اهلا بيكم. طبعا الصيف داخل وكلنا بنحب البطيخ، بس كتير بنقع في مطبات ازاي نختار بطيخه حلوه. اولا نختار الحجم المتوسط، لان الاحجام الكبيره مش مضمونه خالص وغلطتها فوره. شيل بطيختين من نفس الحجم وخد الاتقل، لان اكيد عارف ان الميه بتاعتها بتكون كتير وبالتالي هتبقى الحلاوه بتاعتها احسن من التانيه. اول ما تختار بطيخه خبط عليها، على البطيخه اقصد، لو مسكره هتعمل صوت اجوف، المكان الفاضي لو مكتوم هتبقى قرعة فبلاش منها. ازاي تختار؟ بص كمان على مكان العرقوب، لو صغير وناشف وداخل لجوه يبقى استوت كفايه، لو اخضر وبارز يبقى اتقطفت بدري واكيد طعمها مش هيبقى ولا بد. كل ما يكون البطيخه لونها الاصفر او الذهبي هيبقى طعمها احسن واروع. لو عليها شكل شبه العنكبوت معناه ان النحل لمس اجزاء من التلقيح على زهره البطيخ، ودي طبعا هتبقى مسكره جدا. كل بطيخ وبالهنا والشفا، ونشوفكم في حلقة جديدة من ازاي تختار.